أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. نخصص حلقة نهاية الأسبوع للحديث عن سوق المال وتحليل أداء السوق بشكل فني خلال الجلسات وتوقعات الأسبوع المقبل. أيضا ضيفي سيكون الأستاذ محمد جابلا، رئيس قطاع تنمية الأعمال الاستراتيجية في بايونيرز لتداول الأوراق المالية. لكن قبل هذا اللقاء نتوقف مع أبرز الأخبار. ارتفعت أرباح بنك مورغان ستانلي بنسبة 138% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت قيمة صافي الأرباح مليار و530 مليون دولار. وعلى مدار عام 2018 حقق البنك أرباحا بلغت 8 مليارات و750 مليون دولار، كما زادت الإيرادات بنسبة 6% لتسجل 40 مليارا و111 مليون دولار. توقع بنك سوسيتي جنرال تراجع إيراداته للربع الأخير من العام الماضي، وذلك بضغط من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية. وقال البنك إن إجمالية إيرادات الربع الأخير من العام الماضي قد تتراجع بنحو 20%. عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم بأكثر من 2%، وهذا بضغط من ارتفاع الانتاج الأمريكي. انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ب 1.18% لتسجل 60 دولارا و19 سنتا للبرميل، وهبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس ب 22% ليستقر البرميل عند مستوى 51 دولارا و13 سنتا. استأنف محامي الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غوسن ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة. ويواجه غصن اتهامات عديدة بمخالفات مالية وإخفاء الصورة الكاملة لدخله منذ 19 نوفمبر الماضي، وعزل الرئيس السابق من منصبه مباشرة بعد الاتهامات التي وجهت إليه. كان كارلوس غصن معروفا بأنه حول نيسان إلى شركة رائدة بعد خسائر تكبدتها لسنوات عدة. ارتفع اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم بأقل من 20% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما استقرت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها البريطانية خلال التعاملات، ولم تتأثر بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو. ومن هنا إلى أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، فاليورو شبه مستقر مع تراجع طفيف جدا، كما نلحظ هنا 20 جنيها و40 قرشا هو سعر الصرف. أما الاسترليني فكان عند مستوى 23 جنيها و3 قروش. نذهب للأسعار الأخرى. الذهب، إذن تراجعت أسعار الذهب بنحو 20% خلال تعاملات اليوم، وكان هذا بضغط من ارتفاع الأسهم الأمريكية. وتعافي الدولار وسجل سعر العقود الآجلة للذهب 1291 دولارا و30 سنتا للأونصة، كما هبط السعر التسليم الفوري للذهب بالنسبة ذاتها مسجلا 1291 دولارا و81 سنتا للأونصة. وعن أسعار الذهب في السوق المحلية، فارتفعت الأعيرة بفارق يصل لثلاثة جنيهات ليسجل متوسط سعر عيار 21 652 جنيها، عيار 18
556 جنيها للجرام، أما الجنيه الذهب فصعد ب27 جنيها وكان في حدود 5221 جنيها. ويبقى الدولار مستقرا مقابل الجنيه المصري عند نفس المستويات كما نتابعها في هذه القائمة. أسعار البيع ما بين 17 جنيها و 79 قرشا وحتى 17 جنيها و90 قرشا والشراء أزيد من ذلك. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب. المؤشر الرئيسي EGX 30 كان الهبوط فيه ب20%، أغلق عند 13482 نقطة. أما مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فتراجع ب20%، يعني نفس تقريبا الحدود الخاصة بـ EGX 30. و EGX 100 تراجع بأكثر من 20% ورقم الإغلاق 1697 نقطة. ورغم الانخفاض في المؤشر ارتفعت أسعار 46 سهما كما نتابع في هذه القائمة، وعلى رأسها السويس للأسمنت ودايس للملابس الجاهزة، المصرية للمشروعات السياحية، أطلس للاستثمار، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية. الخاسرون كان لهم النصيب الأكبر، 87 سهما تراجعت اليوم. وفي رأس هذه القائمة القاهرة للاستثمار والإسماعيلية مصر للدواجن والمصرية للدواجن والعربية بوليفارا للغزل. أما الأسهم المتبقية 39 سهما بقوا دون تغيير. ونتابع معكم أداء البورصات العربية، كلها أنهت على ارتفاع فيما عدا بورصة مسقط. وإليكم أرقام الإغلاق، السعودية تنهي عند مستوى 8448 نقطة، الكويت تصعد بربع بالمئة، دبي تصعد بأكثر من 16%، أبو ظبي تكسب نقطتين ونصف تقريبا بنهاية تعاملات اليوم، وقطر تربح ربع بالمئة، البحرين عشر بالمئة، ومسقط تنهي على تراجعات بنصف بالمئة. أسهمت الإصلاحات التشريعية التي نفذتها مصر في كذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خاصة في القطاع العقاري، المزيد في هذا التقرير. أصبح التطوير العقاري في مصر من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار، لا سيما بعدما أحدثته الدولة المصرية من إصلاحات تشريعية أتاحت للمطور العقاري فرصا أفضل، مدعومة بتيسير غير مسبوق في الإجراءات والتنفيذ. شركة باراجون ديفلوبمنتس هي شركة وليدة نتاج 33 سنة من الخبرة من مجموعة RCH. مجموعة RCH بتتكون من 6 شركات، الإحدى شركتها شركة باراجون ديفلوبمنتس. المجموعة تأسست عام 88 في مجال المقاولات، وظلت في مجال المقاولات حتى عام 99، ودخلنا في عام 99 في مجال المقاولات على اللارج سيتيز، وتوزعت مجالاتها من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد إلى مصر بالكامل. في عام 99 اشتغلنا في المجال التجاري في المولات التجارية، وصولا بعام 2005 اللي ابتدينا فيها انشاء المشروعات الكبرى في الاستثمار العقاري حتى عام 2014. في عام 2014 دخلنا في محور تنمية قناة السويس مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتوسعت المجالات الى مجالات الاستثمار العقاري والى المجال التعليمي والى النشاط المقاولات في اكثر من جهة، منها مثلا وزارة الاسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة. كابستون احد مشروعات التطوير العقاري الذي تطلقه شركة باراجون ديفلوبمنت الرائدة في هذا المجال، والذي يمثل بحسب مطوريه نقلة نوعية في مفاهيم المجتمعات السكنية الحديثة.
المشروع اسمه كابستون كليف ريزيدنس، وهو في مدينة الشيخ زايد تحديدا، في أعلى نقطة في مدينة الشيخ زايد. كان متميز جدا، كل الخدمات سواء الخدمات الترفيهية أو الخدمات المعيشية حوالين منه، على مساحة مقام على مساحة 20 فدان. البرودكت ميكس بتاعه متنوع، فيه أبارتمنتس وستاندالون فيلاز، تريو فيلاز، توين هاوسز. يقام المشروع على مساحة 88 ألف متر في أحد المواقع الساحرة بمدينة الشيخ زايد، بما يساهم في رسم لوحة بانورامية شاملة تتميز بالفخامة والهدوء والخصوصية، وهو أحد العناصر التي يتميز بها مشروع كابستون الذي يتوقع مطوروه أن يضع شركة باراغون ديفلوبمنتس في مصاف أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. بكم من جديد. تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الثالث من 2019، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بأكثر من 18%، ربح 115 نقطة. في مقابل ذلك نجد تراجع في المؤشر السبعيني بنسبة 2%. أما رأس المال السوقي فأغلق عند مستوى 761 مليار جنيه و600 مليون، يعني فقد 3 مليارات و400 مليون جنيه. ولمزيد من التحليل الفني لسوق الأوراق المالية عن هذا الأسبوع يشرفنا الأستاذ محمد جابالة، مدير القطاع الاستراتيجي في باينيرز. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. سعداء أنه بدأنا الأسبوع معاك وبننهي معاك. شرف لي. خلينا في البداية نفهم من حضرتك الأسباب اللي أدت لتراجع المؤشرات المصرية، حتى أنه المؤشر الرئيسي تجاهل الارتفاع اللي حصل في المؤشر في السهم القيادي CIB. خلينا نفهم وجهة نظرك وتحليلك لهذا الأمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كويس ان احنا ابتدينا الحلقة بالموضوع الخاص بالمؤشر وبالسي اي بي. هو خليني اقر واقع ان المؤشر المصري الاي جي اكس 30 الحقيقة هو مصمم على اعلى المعايير الدولية المطبقة في المؤشرات. كويس، ده عشان محدش يزعل مني مبدئيا يعني. كويس، لكن حسن هيبقى في لكن بعد كده. فعلا هو في لكن هل تتماشى المعايير دي مع طبيعة السوق المصرية؟ هل من المنطقي ان يكون سهم واحد يحتل اكتر من تلت التعاملات، تلت الوزن النسبي في المؤشر؟ يعني خليني أقولها بطريقة المستثمر المصري الفرد البسيط. هو لما بيسمع في الميديا وفي الإعلام أن المؤشر الرئيسي ارتفع ووصل لقمم غير مسبوقة، يبص في استثماراته اللي هو طبعا
يعني هو ما بيستثمرش لا في السي اي بي ولا في الخمسة الكبار اللي بيحتلوا الراوند 50% من وزن المؤشر. هو بيستثمر في الأسهم ما يطلق عليها الأسهم الشعبية أو الأسهم الصغرى، فلما بيلاقي أن المؤشر عمل طفرات وحقق مكاسب يعني بنسب مئوية عالية جدا، ويجي يبص في محفظته هيلاقيه كسب، ولكن إذا كان المؤشر نفسه عمل 20% أب، هو عمل 1 أو 2%، فبيجي له حالة من التشوك. لكن أسواق كثيرة لديها هذه المسألة، يعني السوق السعودي مثلا بنلاقي فيه أنه الركح يسابق أسهم قيادية كبيرة بتتحكم في نسبة كبيرة من المؤشر. أنا متفق مع حضرتك، لأن هم مطبقين تقريبا نفس الفكرة أو نفس المعايير، هي معايير دولية. أنا ما أقدرش يعني أنا ما أقدرش أن أنا أقول أن هو فيه خلل في المؤشر، ولكن هو الفكرة كلها هل يتماشى مع ظروف السوق ولا ما يتماشاش. طيب احنا عندنا احجام التداول ونسب السيولة و كويس الخاصة بالتطبيق دي ما بتنطبقش غير على الاسهم او على السي اي بي تحديدا، فبالتالي بيتوجه اليه غالبا المؤسسات الاجنبية سواء شراء او بيع. كويس، فبالتالي بيظهر المؤشر في وادي والأسهم في وادي تاني مغاير لي. أوكي، إحنا عندنا لوحة بتوضح أداء EGX 30. اشرح لنا النقاط الهامة في رحلة هذا المؤشر من بداية الحقبة التاريخية من 2018 بتهيألي شهر 6. لا هي 18، يعني هي ابتدينا من 9 ديسمبر 2018. طيب يعني انا كنت حاطط التشارت ده سيمبل كده مبسط، لان احنا اتكلمنا في الاسبوع اللي فات او لا في الاسبوع ده في بدايه يوم الاسبوع. كويس، ان انا كنت بقول ان المؤشر المصري ابتدى في عمليه انعكاس بالنسبه لقصير الاجل. طيب احنا عندنا شروط الانعكاس او شروط الاتجاه الصاعد بتبقى 3 شروط لا يمكن اغفال واحد منهم. اوكي، احنا لا احنا ممكن نرجع للأولانية. طيب بزا. احنا يعني لو بصينا احنا ايه شروط الاتجاه الصاعد، احنا عندنا قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع، لابد ان يتواكب معاهم احجام تداول اعلى من متوسطاتها، خاصه في المنطقه اللي انا بكون فيها الحركة الارتدادية اللي هي الأب ترند أو الحتة اللي هي حتة الصعود، لازم أحجام التداول فيها تكون أعلى من متوسطاتها. طيب إحنا ابتدينا من يوم 29 إبريل في اتجاه هابط بالنسبة لقصير ومتوسط الأجل. أوكي. لقينا في شهر 9 آسف في يوم 9 ديسمبر 2018 كوننا قاع مؤقت عند مستويات ال 12076، وابتدينا نعمل اول خطوه بعد القفزات بالظبط يوم 18 ديسمبر 2018 وصلنا عملنا قمه عند مستويات ال 13223. مظبوط، وبعدين ابتدينا ننزل شويه وصلنا يوم 25 ديسمبر لغايه مستويات ال 12635. تمام، كده انا عملت قاع اعلى من قاع. ادي الشرط الاول. كويس، فده الشرط الاول في انه المؤشر ابتدى يعكس بالظبط. كويس، احنا اتفقنا ان الشروط 3، قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع واحجام تداول اعلى. كويس، طيب بعد ما وصلنا لمنطقه القاع الاول عند مستويات ال 12635 يوم 13 يناير 2019 وصلنا لمستويات ال 13581. فاصبح عندي الشرطين، ادي لكن هنا الرينج استاذ محمد يعني قل شويه غير الزمن اللي حضرتك اتكلمت عنه في الفترتين اللي فاتوا. اوكي، انا بتكلم دلوقتي لا انا بتكلم دلوقتي على قصير الاجل. كويس، ما يعني احنا ممكن يعني نعرف يعني ايه قصير الاجل. هو قصير الاجل هو الاستثمار في اقل من شهر.
اوكي كويس. متوسط الاجل من شهر لثلاث شهور، طويل الاجل ازيد من ثلاث شهور واقل من سنه. أوكي. على حسب الدورات الزمنيه اللي متواجد فيها. كويس. طيب احنا كده عملنا ادي اول شرط قمه اعلى من قمه، والشرط الثاني قاع اعلى من قاع، فبالتالي مع احجام تداول طبعا احنا زي ما احنا عارفين احنا كنا واحنا اثناء الهبوط كنا بنعمل متوسط حوالي 500 الى 600 مليون، وصلنا في بعض الاوقات الى 300 مليون تداول في الجلسه الواحده. في الفتره الاخيره دي عدينا حجم التداول اعلى من مليار. أوكي. فده اتحقق كده الشرط الثالث. فعشان كده دايما في كتاباتي او لما بتكلم بقول احنا في قصير الاجل اللي هو اقل من شهر بنعمل حركات ارتداديه ترتقي الى اني اقول ان انا عملت انعكاس في المؤشر بالنسبه لقصير الاجل. اوكي كويس. انما الشرط الثاني بقى او الصوره الثانيه، الصوره اللي جايه، طيب الصوره الثانيه دي على المدى المتوسط زي ما احنا شايفين احنا يوم 29 ابريل 2018 وصلنا لمستويات 18414، وابتدينا احنا اتكلمنا على شروط لاتجاه الصعد، قمه اعلى من قمه وقاع اعلى من قاع، يصاحبهم احجام تداول اعلى من متوسطها. احنا لو لاحظنا هنلاقي العكس بتاعه في الاتجاه الهابط، هنلاقي قاع اقل من قاع وقمه اقل من قمه. كويس. وما يشترطش في الاتجاه الهابط احجام التداول، يعني ما بنعرهالهاش اي اهميه. أوكي. هو النقطه بقى اللي ممكن نستخلصها من الشرطين دول، احنا كان دايما بتكلم على مستويات 13400 13500 ليه؟ مقاومه غلسه شويه. كويس. لان اولا هي دي بتؤكد لي الاتجاه الصعب بالنسبه لقصير الاجل، بالاضافه الى ان هي خط اتجاه او منطقه تلاقي خط اتجاه هابط معايا من يوم 29 ابريل 2018. عملنا تيست عليه مره في 2 سبتمبر 2018 لما السوق حاول ان هو يرتد، وصل لمستويات 16000 ورجع من عندها، قرب منها تاني في شهر نوفمبر وما قدرش حتى يوصل للخط. الظريف ان احنا في اخر شمعتين كويس احنا اخترقنا خط الاتجاه الهابط ده. ده بيديني انديكيتور اخر ان انا ممكن اكون اتجاه صاعد ولكن في متوسط الاجل. بس مش هقدر اقول ان انا عكست اتجاهي بالنسبه لمتوسط الاجل اللي هو ازيد من شهر واقل من ثلاث شهور غير لما اخترق مستويات ال 14000 واستقر اعلاه. في الحاله دي ان انا هبقى كونت على الفريم الاكبر قاع اعلى من قاع وقمه اعلى من قمه، فبالتالي عكست الاتجاه بالنسبه لمتوسط الاجل. في بعض الناس يعني بيترددوا بعض الشيء في ان هم يثقوا تماما في التوقعات المبنيه على التحليل الفني. الى اي مدى يمكننا ان يعني نبني توقعاتنا على اساسها؟ يعني هل انها تاريخيا بتثبت ان هي يعني صحيحه ام طيب انه هي اكيد دقيقه 100%؟ يعني نقول او انا يعني انا واخد الابروتش بتاعت او مدخل التحليل الفني لان انا بحبه، بالاضافه لان هو يتماشى شويه مع بعض السمات الشخصيه. هو علم وفن كتحليل فني. انا مش محلل فني الحقيقه، ولكن انا واخد الابروتش بس بتاع التحليل الفني. كويس. هو علم وفن. علم لان هو ليه قواعد زي ما انا ذكرت، شروط الاتجاه الصاعد، شروط الاتجاه الهابط، و و و و كويس. فن لان هو بياخد الصبغه الشخصيه للشخص اللي بيبص للتشارت. يعني في نماذج فنيه انا ممكن اشوفها، واحد قاعد في المكتب اللي جنبي لما يبص على نفس التشارت ما يشوفش يقراها بشكل مختلف او يقراها يعني بشكل اخر. طيب احنا نعتمد عليه ليه؟ لان هو في قاعده متعارف عليها ان التاريخ بيعيد نفسه. كويس. احنا عارفين طبعا نظريه الدورات الزمنيه. كويس. فالتاريخ دايما بيعيد نفسه. هو الفكره من الشارت او من التحليل الفني هو ما وراء الشارت. انت بتدرسي سيكولوجيه المتعاملين. انت النهارده يعني اللي يعني بيبقى قاعد قدام الشاشه بيقدر يشوف هل في بائع مستتر
هل في مشتري مستتر؟ السيكولوجية، هل المشتري ده خايف فبيحط أحجام تداوفية على الشاشة بصورة صغيرة، أو يعني بيحاول إن هو يتست؟ في أحيانا يعني بنلجأ، أو يعني المضاربين إن هو بيلجأ لحالة التست، هو جاست إن هو بيظهر بياع أو بيظهر مشتري. في حاجات كتيرة في التكنيكس بتخليني أقدر أقول لا، أنا ممكن أعتمد على التحليل الفني، لأن هو التحليل الفني كمان بيجاوبني على سؤال مهم، وده اختلاف ما بين التحليل الفني والتحليل المالي. التحليل المالي بيجاوبني أنا أشتري سهم إكس ولا سهم واي بناء على تحليل ميزانياته، ولكن التحليل الفني بيجاوبني على أشتري إمتى عند سعر كام. ممتاز، شكرا لتوضيح هذه النقطة، وأكيد هنستكمل تحليل أداء السوق والتوقعات للأسبوع المقبل، لكن بعد هذا الفصل القصير. أهلا بكم من جديد. بدأ حزب مستقبل وطن في تفعيل مشاركته في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم، حيث تم الدفع بالعديد من السيارات المحملة ب10,000 صندوق يحتوي على مواد غذائية بأسعار مدعمة تصل إلى 50% من سعر السوق لمحافظة الشرقية، وذلك كدفعة أولى على أن يتوالى التوزيع في مختلف محافظات الجمهورية. مشاهدينا، وأجدد التحية بضيفي اليوم في الاستوديو الأستاذ محمد جابلا، رئيس القطاع الاستراتيجي في باينيرز. خليني أواصل الحوار مع حضرتك، ونحب نعرف بناء على ما شرحناه في الجزء الأول، السوق إزاي يتعامل أو المستثمرين إزاي يتعاملوا في المدى القصير والمتوسط؟ طيب، هو اتجاه السوق الحقيقة بالنسبة للمدى القصير احنا استفدنا فيه، أنا وجهة نظري بناء على المعطيات اللي قدامنا ان السوق في اتجاه صاعد بالنسبه لقصير الاجل، ولكنه ما زال طالما ظل تحت منطقه ال 14,000 فهو في اتجاه هابط بالنسبه لمتوسط الاجل، وما زال وان شاء الله سيظل صاعدا بالنسبه لطويل الاجل، لان احنا ابتدينا الويفا الصاعد او ابتدينا الاتجاه الصاعد في طويل الاجل بدايه من أو حتى ربما كان ما قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016 بقليل، جاله البوش من قرار التعويم، وابتدينا الموجة الصاعدة دي من الراوند 8600 تقريبا. فإحنا ننقل على اللوحة التالية؟ لا، هي دي يعني فير، هي زي ما احنا شايفين بالنسبه لمتوسط الاجل كويس، القمه 18414، وبعدين بنعمل قمة أقل من قمة وقاع أقل من قاع، فبالتالي هو على متوسط الأجل مازال في اتجاه هابط إلى يوم 9 ديسمبر 2018، ساعة ما أنا يعني شايف من وجهة نظري إن هو إحنا ابتدينا تحركات في اتجاه صاعد، ولكن بالنسبة لقصير الأجل أتمنى إن إحنا نخترق مستويات ال 14,000 اللي هي عند القمة اللي قبلينا، بحيث إن إحنا نبقى عملنا قاع أعلى من قاع وقمة أعلى من قمة، فيبتدي الانعكاس بالنسبة لمتوسط الأجل. طيب، من الناحية الفنية أيضا، شايف حضرتك ان اتجاه الهبوط انتهى ولا لسه فاضل شويه؟
يعني لا، هو انا ما اقدرش اقول او ما فيش حد يقدر يقول او يحدد متى ينتهي الاتجاه، الا السوق نفسه هو اللي بيحدد متى ينتهي الاتجاه. احنا عندنا محددات، لو اخترقت مستويات ال 14000 اذا انا في اقدر اعتمد ان مستويات ال 12076 المحققة يوم 9 ديسمبر 2018 ده السوق كون قاع رئيسي بالنسبة لمتوسط الاجل وابتدى في حركة انعكاسية. طول ما انا تحت الكلام ده المتوسط الاجل، طول ما انا تحت مستويات ال 14000 انا هقدر بالنسبة لمتوسط الاجل اعتبر ان كل ما يدور في السوق حاليا هو عملية ارتدادية لمواصلة الهبوط مرة اخرى. عشان كده احنا يعني قلنا يوم الحد اللي فات اتكلمنا فيه جزئيا ان انا عندي تو سيناريوز ما بين مستويات ال 13400 13500، اما ان انا اكمل الاتجاه الصاعد واخترق مرة دفعة واحدة مستويات ال 14000 وانا بعتبر ان النموذج ده سلبي، او لو السلوك بتاع السوق اتخذ هذا السلوك فانا هعتبره ان هو سلبي. ليه؟ لان انا عندي كباستي للمشتري كويس، بالاضافه الى تحين نوعين من البائعين عند مستويات ال 14000. لو انا خدتها وان شوت من 13400 13500 لغايه مستويات ال 14000، انا في الحاله دي مش هقدر اخترق مستويات ال 14000. ليه؟ لان مشتري قصير الاجل هيكون البوش بتاعه او نفسه يعني بالبلدي كده نفسه ابتدى يتعب وشهيته للمخاطرة ابتدت تقل، فمش هيزود في استثماراته، فبالتالي الفوليوم مش هيعلى معايا في الاجل كويس. بالاضافة لان هو هيظهر لي البائع المتربص عند مستويات ال 14000 اللي هو الخاص بمتوسط الاجل. فلما يتزامن الاثنين بيبيعوا متوسط الاجل مع قصير الاجل، اذا انا ما اقدرش اخترق مستويات ال 14000. السيناريو الامثل من وجهه نظري ان احنا نمشي بخط متعرج، نعمل قمم وقعان اعلى من بعض متتاليين، بحيث ان هو يتم تجديد الدماء في السوق ويدخل يخرج بائع ارتضى بنسبه ربحه ويدخل مشتري جديد يحمل السوق الى قمه. في الحالة دي لو السوق مشي على حسب وجهة نظري وده اللي أنا شايفه إن شاء الله كويس، هنقدر نخترق مستويات ال 14000 بكل سهولة كويس، متوجهين للأعلى. وانس إن أنا أخترق مستويات ال 14000 إذا أنا عكست الاتجاه بالنسبة لقصير الأجل وبالنسبة لمتوسط الأجل، فبالتالي نظريا أقدر أتنبأ إن إحنا ممكن نوصل إلى قمة القمة السابقة اللي هي عند مستويات ال 18000 أوكي كويس، ويعني اعتقد ان احنا ممكن نخترقها ان شاء الله. السنه دي هل الناس ممكن تغير كتير في محافظهم الاستثماريه، التنويعه اللي بتكون موجوده لدى كل مستثمر؟ طبعا انا بتكلم وبطرح ده لانه هيكون مفترض في طروحات جديده في السوق المصريه ينتظر ان تتم. يعني خلينا نقول بعض الشروط الخاصة المتعارف عليها، وإن كانت نظريا يعني إن كانت شروط نظرية إلى حد كبير، ولكن المستثمر المصري أو الفرد المستثمر الفرد الفردي المصري الحقيقة ما بيلتزمش بيها كتير. أولا عدد الأسهم في المحفظة المفترض أن النسبة أو يعني عدد الاسهم اللي موجوده في المحفظه المفترض ان هي ما تقلش عن 3 وما تزيدش عن 6 فقط كويس. في بعض المستثمرين المصريين ده قاعده عامه للمستثمر الكبير والصغير والمتوسط على كل المستويات والمخاطر والمحافظ لا كل كل المستويات احنا عندنا هنا اما حاجه من اتنين، يا اما اشتري كميات قليله جدا من الاسهم في عدد كبير فبالتالي حتى لما بتطلع 10% انا ما بحسش بيها لان هي كميات صغيره اوكي كويس، فبيجي لي حاله احباط كمستثمر، او ان انا احط فلوسي كلها في سهم واحد او سهمين والاثنين بيكونوا في نفس القطاع، فلما يحصل لا قدر الله اي دروب للقطاع كويس بلاقي ان انا خسائري كبرت قوي. فاول نقطه ان انا ما احطش فلوسي كلها او انوع الاسهم ما بين 3 الى 6 اسهم.
يستحسن طيب يكونوا في قطاعات مختلفة أكيد. بالضبط كده. كويس. ما يفترضش أو المفترض إن هو ما يكونش فيه أكتر من سهمين في نفس القطاع. أوكي. كويس. عشان أنوع المخاطر اللي عندي. دي برضو من ضمن المشاكل اللي للأسف كتير قوي من المستثمرين المصريين تحديدا بيقعوا فيه. طيب وحضرتك شايف ايه القطاعات اللي هتكون ليها حظ اكبر في 2019؟ ان شاء الله يعني نأمل ان هو يتم انعكاس السوق بالنسبة لمتوسط الاجل حتى وان خد معايا فترة اطول عشان اخد بوش اعلى ان انا اكسر مستويات ال 14000 بسهولة. اعتقد ان قطاع البتروكيماويات هو من الاسهم او من القطاعات اللي هتكون رائدة في 2019 وخاصة ان احنا كمان داخلين على اخبار جيدة بالنسبة لمفاعل الضبعة، فاعتقد ان القطاع ده ممكن يبقى من اوائل القطاعات في 2019. الحقيقة قطاع الاسكان كان في السنة او الثمان شهور اللي فاتت كان حظه متعسر يعني بصورة كبيرة جدا، ولكن اغلب اسهمه في الوقت الحالي انا شايف انها وصلت لمستويات التشبع البيعي وبتتداول في حدود 30 إلى 40% من قيمها العادلة. اعتقد ان هي ممكن يبقى ليها دور كبير برضو في 2019. وقطاع الاتصالات مضافا اليه قطاع البنوك ده برضو من القطاعات الواعدة ان شاء الله في 2019. طيب حضرتك بتقول انه الاسكان قطاع الاسكان كان فيه تشبع واحنا نقدر نفهم ده لانه في مشاريع كتيرة جدا بتطلع في نفس الوقت تقريبا بنفس المميزات واللي بيقال ان هي موجهة لشريحة واحدة، مش ما فيش تنوع في الشرايح بالكم المرغوب. ايه اللي ممكن يحرك المعادلة السنة دي لانه المشاريع هي ولسه ما كملتش؟ احنا يعني اقول لحضرتك احيانا كتيرة بيكون المحفز الرئيسي هو الحركة السعرية الخاصة بالسهم كويس او الخاصة بالشركة. ليه؟ لان انا دلوقتي لما يكون سهم اكس تقييمه على حسب الفير فاليو بتاعه او القيمة العادلة بتاعته 45 جنيه، وهو بيتداول في مستويات ال 13 جنيه او احيانا وبيوصل 12 جنيه و60 قرش، معنى كده ان هو بيتداول في حدود ال 40% من قيمته العادلة او القيمة الحقيقية اللي محدداها بنك من بنوك الاستثمار. بالاضافة الى طبعا احنا عندنا طروحات حكومية خاصة لقطاع الإسكان لعلها من أكبر شركتين في قطاع الإسكان برضو دول هيدخلوا ضمن برنامج الطروحات الحكومية. عندنا الخبر الثالث أو يعني الدافع الثالث عندنا استحواذ أو اندماج ما بين أكبر شركتين في يعمل في قطاع الإسكان، فطبعا سيعود بالنفع على الشركتين إحداهما حكومية وتنتظر طرح من ضمن البرنامج الطروحات الحكومية. اعتقد ان طبعًا كل ده بتكلم عن صفقة صادق ومدينة نصر للاندماج كويس. انا شايف ان هو هيعود بالنفع على الشركتين. مدينة نصر تمتلك من الاراضي مخزون كبير غير مستغل، بالاضافة الى الخبرة او التقنية للمطور العقاري صادق. لو تم الاندماج وهو مؤخرا حتى الهيئة موقرة يعني مادة مهلة العرض لمدة 60 يوم، وانس ان يتم الاندماج دي اعتقد ان هو هيتولد كيان كبير ينافس شركة مصر الجديدة وربما يتفوق عليها في بعض الاحيان. فبالتالي القطاع نفسه يعني ينتظر المزيد والمزيد من الاخبار، فعشان كده انا متفائل بيه لحد كبير. بالإضافة إلى أن هو القطاع ده بيثير شهية المستثمرين العرب لأنه تقليديا قطاع مغري جدا في السوق المصري. دي حقيقة كويس. بالنسبة للمستثمرين العرب هم بيبقوا فوكست قوي على قطاع الإسكان، بلس طبعا الناحية التاريخية زي ما حضرتك ذكرتي أن هو أي مستثمر بيجي بيبقى يعني لو كان من جيلي او من الجيل اللي قبلية فبيبقى عينه على قطاع الاسكان لان هو بيعتبره الملاذ الامن ان ما حطش فلوسه
في عقار، في شقة، في عمارة، أو لو حابب يستثمر في البورصة فبيتجه مباشرة إلى قطاع الإسكان. أعتقد أن ده هيديله بوش في 2019 إن شاء الله. سريعا الأسبوع المقبل بنتوقع نفس مستويات السيولة، نفس النشاط، ولا هنمشي يعني إن شاء الله وجهة نظر إن احنا هنمشي متعرجين شوية، ولكن أعلى الخط الأحمر. يعني احنا عندنا ممكن نمشي ما بين مستويات ال 13300 جنوبا الى مستويات ال 13500 لحين اخراج البائع المنهك ودخول مستويات اخرى. والسيولة هتكون جيدة؟ يعني شفنا لا هتقل احجام في بعض الجلسات. اعتقد ان السيولة في الاسبوع المقبل ممكن تبقى قليلة شوية نظرا لان هو عملية تبادل الأدوار، فممكن نشوف يعني جلسات هادية خلال الأسبوع المقبل. إن شاء الله من الأسبوع اللي بعديه بإذن الله نكون اخترقنا واستقرنا أعلى مستويات 13500 والدنيا تبقى مفتوحة قدامنا إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ محمد جبالة، مدير قطاع تنمية الأعمال الاستراتيجية في بايونيرز. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نشوفك دائما على كل خير. شكرا مشاهدينا، وأنا أشكركم جزيلا على المتابعة مني ومن فريق العمل، لكم كل التحية، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة جدا.